طائرة الميج 21، إنها الطائرة التي سعت الولايات المتحدة والموساد لمعرفة أسرارها. فبعد أن قام الاتحاد السوفيتي بصنعها، زود بها مصر والعراق وسوريا، وكانت أحدث الطائرات في ذلك الوقت. فبينما كانت أمريكا لديها الفانتوم وميراج 3، كانت الميج 21 من المقاتلات ذات المهام المتعددة، فلديها القدرة على الدفاع والاعتراض والقصف في الوقت الذي كانت فيه الطائرات ذات مهمة واحدة فقط من الثلاث، كما أن سرعتها كانت ضعف سرعة الصوت، ويمكنها التحليق من على مدرج طوله 150 مترا فقط، في حين كان مسار الطائرات الأخرى قبل الإقلاع لا يقل عن 1500 متر. والأهم من ذلك كله أن كل هذه الميزات كانت موضوعة بين أيدي الطيارين العرب وتفتقد إليها إسرائيل، فكانت الرغبة عارمة لكشف أسرارها عن كثب، حيث أصبحت هدفا للسعي الأمريكي الإسرائيلي لاختطاف إحداها للوقوف على خفايا قوتها. وفي هذا الفيديو سنتعرف على الجاسوس العراقي صاحب الفضل على أمريكا وإسرائيل في الحصول على تلك الطائرة، وهو ما أنقذ كيان العدو من قبضة الجيوش العربية. ولن تصدق ما هي الخطة التي قام بها الموساد حتى يحصل ليس فقط على تكنولوجيا الطائرة، بل على الطائرة نفسها في مطار تل أبيب. إليكم قصة الجاسوس والطيار العراقي منير روفا. رغم أن السبب المعلن أن إسرائيل أرادت أسرار تلك الطائرة هو أن تضمن عدم تقدم سلاح الطيران العربي أمامها، خاصة وأنها تخطط لهجوم 67، لكن كان هناك سبب آخر خفي، وهو أن إسرائيل أرادت أن تحقق سبقا أو ضربة استخباراتية، وذلك بعد تعرضها لفضائح كما في نهاية العام 1961، عندما ألقت المخابرات المصرية القبض على الجاسوس المصري جان ليون توماس، وهو أرمني الأصل، واعترف خلال التحقيق أن الموساد جنده للعمل على تجنيد طيار مصري بغية الهروب بطائرة ميج 21 إلى إسرائيل مقابل مليون دولار. وكذلك افتضاح أمر الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين عام 65 في سوريا، بعد أن أصبح عضواً بارزاً في الحزب الحاكم ووزيراً وعضواً في مجلس الشعب، والذي ساعد في كشفه العميل المصري رفعت الجمال المشهور برأفة الهجان. وأيضاً افتضاح الدور الإسرائيلي بالقيام بعمليات تخريبية ضد بعض المنشآت الأجنبية في مصر على نحو يجعلها تبدو وكأنها من صنع بعض المنظمات المصرية، فيما عرف وقتها باسم فضيحة لافون، وغيرها من سلسلة هزائم استخباراتية طويلة. لذلك تم وضع الخطط من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والموساد لاختطاف الطائرة، والتي كانت إما اعتراض طائرة مصرية أو سورية وإجبارها على الهبوط في إسرائيل. وهذه الخطة فاشلة لأن إسرائيل لا تمتلك طائرة تضاهي سرعة ميج 21، ولا بمقدور الطيران الإسرائيلي اعتراض الميج بسبب مهارة الطيارين العرب، مما سيؤدي إلى خسارة الطائرات الإسرائيلية وطياريها، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع المعنويات العربية. أما الخطة الثانية هي زرع عميل طيار في إحدى القوات الجوية العربية، وقد رفض الاقتراح لأن تنفيذه يتطلب فترة طويلة. الخطة الثالثة نصت على تجنيد طيار عربي وإغرائه بمبلغ كبير للهروب بطائرته إلى إسرائيل، وكان الأمر يحتمل النجاح بنسبة كبيرة، وبدأ العمل الاستخباراتي لمعرفة أي معلومة ولو كانت بسيطة عن طياري مصر والعراق وسوريا من خلال العملاء في العواصم العربية. المهمة 007. قام جهاز الموساد برئاسة مائير عميت بوضع الخطط الكفيلة لتحقيق نصر ينقذ سمعة إسرائيل ويعزز من مكانته كمدير جديد للمخابرات، وذلك من خلال تنفيذ للوصول للطيارين العرب وكانوا من العراقيين. فتم اختيار 4 منهم. الأول النقيب الطيار شاكر محمود يوسف، وكان منفتحا ولديه العديد من الصداقات. والثاني الملازم أول الطيار حامد الضاحي، وكان متدينا ودمث الخلق ولا يحب إقامة العلاقات. والثالث فهو النقيب الطيار محمد غلوب. أما الرابع فكان النقيب الطيار منير روفا، وهو الطيار الوحيد المسيحي بينهم،
وكان المطلوب رقم واحد، حيث كان من السهل بالنسبة للموساد إقناعه بفكرة الاضطهاد العقائدي وما إلى ذلك، لكن بالطبع سنكشف أنها مجرد خديعة، حيث كان منير روفا مواطناً من أسرة عراقية فقيرة، ورغم ذلك وصل لوظيفة رتبة طيار في سلاح الجو العراقي، ولديه مرتب مجزٍ لا يحلم به أي مواطن عراقي آخر، فضلاً عن تكفل القوات المسلحة العراقية بكل ما يحتاج إليه هو وأسرته من علاج في حالة المرض وغيره من الامتيازات. وفي عام 1965 تلقى الموساد برقية من جون ميكون مدير جهاز وكالة المخابرات الأمريكية ينذر بوصول طيارين عرب من قادة ميج 21 إلى الولايات المتحدة في دورة تدريبية، وأن المطلوب التنسيق من أجل تجنيد أحدهم. وأكد تلك التقارير الجاسوس الإسرائيلي في العراق عزرا ناجي زلخة، الذي تم تكليفه بمتابعة نقيب الطيار شاكر محمود يوسف الذي تمت مراقبته من قبل العميلة الأمريكية اليهودية كروثر هالكر أثناء سفره لأمريكا، ثم لاحقته بعد عودته إلى العراق التي استدرجته إلى إحدى شقق الجاسوس عزرا ناجي زلخة في محاولة لتجنيده، وعند مصارحته باغتها بسحب حزام بنطاله وبدأ بضربها بعنف، وفي غمرة ثورته دخل عليه الجاسوس عزرا وقتله، وغادرت هيلكر إلى لندن حيث قامت المخابرات بقتلها لكي لا تنكشف العملية. وقد نشرنا فيديو فيما سبق عن قصة الجاسوس عزرا ناجي وزوجته روان العراقية، ستجدون رابطه في التعليقات. أما الملازم أول حامد ضاحي الذي كان في 26 من العمر، فقد عرض عليه الإقامة والعمل في أمريكا مع المخابرات مقابل مبلغ كبير، لكن حامد الضاحي أبلغ قائده بالخطة وتم وضع خطة بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية العراقية للإيقاع بهم، وتقرر نقله إلى العراق على وجه السرعة، إلا أن إجراءات السفر الأمريكية أخرته 3 أيام، حيث تمكن الموساد أثناءها من الإجهاز عليه بعد تحديد موعد كاذب له مع أحد زملائه في إحدى الكافيتريات، مما أدى إلى إنهاء الدورة قبل انقضاء مدتها بشهر واحد وعودة الطيارين إلى العراق. أما اغتيال الطيار الثالث محمد غلوب فقد تم من خلال الموساد بالتعاون مع المخابرات الإيرانية السفاك في باريس بعد رميه من القطار. وهنا جاء دور نقيب الطيار منير روفا الذي تم تجنيده أثناء حضوره إحدى الحفلات الفنية الترفيهية في أحد النوادي، حيث تعرف على سيدة إنجليزية تدعى باربرا، تبين له لاحقا بأنها زوجة مدير مجموعة شركة النفط العراقية المحدودة التي تم تأميمها لاحقا على عهد الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر عام 1972، والتي كانت رأس حربة وقاعدة للمصالح البريطانية في العراق والمنطقة ووكراً للجاسوسية. من جانب آخر ترددت إلى مسمع مدير الشركة علاقة زوجته بالطيار المسيحي الذي وضع هدفاً لتجنيده، حيث كانت تساوره شكوك حول تصرفاتها مما شجعه لتسفيره للتخلص منها. وبعد فترة أبلغت باربرا منير روفا برغبة زوجها مدير شركة النفط لمقابلته، الذي التقى زوجها حيث رحب به وشرح له خطة هروبه التي تتضمن مرحلتين: الأولى بضرورة تقديم إجازة مرضية من سربه في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد، والعمل على نقل أفراد عائلته إلى المحافظات الشمالية لتهريبهم إلى إيران التي كان يحكمها الشاه محمد رضا بهلوي صديق بريطانيا، حيث كان لشركة نفط العراق فرعا في طهران باسم شركة نفط إيران، والتي ستقوم من جانبها بتأمين نقلهم كلاجئين إلى بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة. الثانية ترحيله من البصرة متخفيا إلى بريطانيا الذي من المفترض أن يلتقي عائلته هناك، ثم الانطلاق منها إلى الولايات المتحدة. وافق منير على الخطة مع بعض التعديلات خصوصا التوقيتات لأسباب مهنية تتعلق بعمله العسكري وتلافي متابعة مديرية الاستخبارات العسكرية له، فطلب إجازة مرضية طويلة متحججا بمرض زوجته لمرافقتها لزيارة أهلها في الموصل، وقد رفضت بادئ الأمر للشكوك التي كانت تحوم حوله من زملائه وآمريه حول تذمره الدائم والانطباع لعدم وطنيته
الذي عزز ذلك التقارير نصف السنوية لمديرية الاستخبارات العسكرية عنها، وطلب دراسة إما إيقافه عن الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد أو نقله إلى سلاح آخر بصفة خدمات أرضية، وبقي الأمر قيد المتابعة والمراقبة لعدم وجود أدلة على خيانته. وأيد ذلك بعض زملائه بأنه كان يمر بظروف اجتماعية صعبة بزوالها ستزول مبررات تذمره، وبدلاً عن السفر إلى الشمال نحو الموصل سافر بالاتجاه المعاكس إلى الجنوب نحو البصرة، حيث التقى زوجها مدير شركة النفط للمرة الثانية الذي رحب به وأعد لتنفيذ الخطة لتهريبه بجواز مزور بصفة أحد العمال المشتغلين على ظهر إحدى البواخر من أسطول ناقلات النفط العائدة للشركة. وانطلقت الرحلة، والمفاجأة كانت بعد ساعات نوم عميقة من جراء المخدر الذي أعطي له، فوجد نفسه في تل أبيب بدلاً عن لندن، وتم التحقيق معه من قبل الموساد الذي وثق له الصور وأبلغه بأنهم سينشرون هذه الصور ما لم يتعاون معهم، وأن جميع طلباته ستكون مجابة، وعلى رأسها هجرته وأفراد أسرته إلى الولايات المتحدة، ولكن بطائرة حربية عراقية من النوع الحديث الذي تعاقد عليها العراق مؤخراً. رفض بادئ الأمر مدعيا عجزه عن تحقيق هذه المهمة مع وجود قوة جوية عراقية صارمة واستخبارات عسكرية دقيقة، إلا أن الموساد تعهد بتذليل جميع الصعوبات من خلال العمل على إحداث ثغرات تساعد على خرق الدفاعات والاستخبارات العراقية باستغلال أحد أيام العطل الرسمية وجذب انتباه الاستخبارات والقوة الجوية العراقية لحادث ثانوي مفتعل لتمكين منير روفا بالهرب بالطائرة. وفي الجانب الآخر كانت عائلة روفا قد وصلت إلى الموصل، لا تعلم شيئا عما يجري سوى ما أبلغها منير بأنه في واجب عسكري لمدة شهر وعليه مسافر لزيارة الأهل. بعد عودته عكف بهدوء لتنفيذ الخطة، فبعد أشهر تم نقل أفراد عائلته من بغداد إلى الموصل ومنها إلى المناطق الكردية المتاخمة للحدود مع إيران، حيث نقلوا بطائرة عمودية إلى داخل إيران ومنها إلى لندن. ظل الطيار منير روفا بعد سفر عائلته إلى لندن في حالة عصبية شديدة، لكن أحدا لم ينتبه إلى هذا التغيير الذي طرأ على هذا الطيار، فكانت تتملكه نوبات من الخوف والقلق على مصيره إذا ما افتضح وعلى عائلته. كانت الساعة قد بلغت 8:45 صباح يوم 16 من أغسطس عام 1966 عندما اصطف تشكيل من طائرات الميج 21 التابع لسلاح القوة الجوية العراقية للقيام بطلعات تدريبية معتادة، وكان ضمن الطاقم التدريبي في هذا اليوم الطيار الجاسوس منير روفا. الهروب بالطائرة. صعد منير روفا إلى طائرته، وصعد طيارو التشكيل الميج 21 الجاثمة على أرض قاعدة الرشيد في بغداد، وكان منير قد عقد العزم على ألا يفوت هذه الفرصة مطلقا، بينما تأخر هو قليلا بتشغيل محرك طائرته الأسرع من الصوت، شغل باقي أفراد التشكيل محركات طائراتهم التي أخذت تزمجر على مدارج القاعدة الجوية، وأخيرا أقلع منير والتحق خلف التشكيل. وما لبث أن قام أمر التشكيل بالاتصال بمنير ليتحقق من سلامة إجراءات الإقلاع والتوتر الواضح الذي اعتراه منذ الصباح الباكر لهذا اليوم غير العادي. وعلى حين غرة صدم منير الجميع بابتعاده عن التشكيل، وطار بسرعة أعلى بكثير من التشكيل أو حتى السرعة المعتادة في التدريب، مدعيا قيامه بمناورة تدريبية ضمن المنهج المقرر. وبعد تأخره لدقائق وجه إليه آمر التشكيل نداء العودة للتشكيلة، إلا أنه لم يرد عليها فحاول اللحاق به، إلا أن منير كان قد تجاوزه بمسافة كبيرة متخذا طريقه نحو الحدود الأردنية وبسرعة فائقة متجنبا المرور من فوق مدافع مقاومة الطائرات. وعند اختراقه للحدود الأردنية قامت طائرتان أردنيتان من طراز هانتر ذات السرعة الأقل من الصوت باعتراضه، إلا أنه قد أفلت منهما نظرا لفارق السرعة والتقنية، واتجه فورا إلى حدود إسرائيل التي دخلها مخترقا منطقة البحر الميت.
وبمجرد دخول الطائرة الميج 21 الأجواء الإسرائيلية رصدتها 3 رادارات، كما دوت صافرات الإنذار معلنة وجود هجوم جوي معاد. أقلع النقيب طيار ران، وكان معروفا بأنه متخصص بطيران الألعاب بطائرته الميراج 3 الأقل كفاءة عن الميج 21، وتقدم نحو الطائرة بعلمها العراقي الثلاثي النجوم متصورا هجوما معاديا قد انطلق صوب إسرائيل، في حين قامت عدد من الطائرات بإسناده. وكان الطيارون الإسرائيليون يرون الميج ذات الجناح المثلث وهي تخترق الأجواء الإسرائيلية، ومرت لحظات صمت رهيبة تقطعت فيها الأنفاس حتى كسر منير الصمت بالانحدار قليلا وخفض سرعة الميج 21 ليتمكن الطيار الإسرائيلي ران من التسلق بسرعة إلى ارتفاع أعلى من ارتفاع الطائرة الميج 21، وأخذ ران يعد العدة لوضع طائرته بوضع الاستعداد القتالي لمهاجمة الطائرة، متصورا أنها مناورة ما سيقوم بها الطيار المعادي عندما خفض سرعته. وفي هذه الثواني العصيبة دوى صوت قائد القوة الجوية الإسرائيلي مردخاي هود في جهاز اللاسلكي الخاص بران وطائرات سرب الميراج المتصدية، يطلب من ران بلهجة حازمة: توقف عن إطلاق النار، توقف فورا، لكي لا يعترض طائرة الميج 21 ويصاحبها حتى تهبط. وبالفعل هبط منير روفا بالطائرة في مطار إسرائيلي بالقرب من ساحل البحر المتوسط، حيث استقبله ممثلو CIA والموساد استقبال الأبطال، والتف المهندسون الأمريكيون والإسرائيليون حول الطائرة لفحصها وكشف أسرارها. واحتضنت CIA منير روفا من دون أن تعلن عن مسؤوليتها عما جرى كي لا تسوء العلاقات الأمريكية الجيدة مع بغداد، فجمعته مع عائلته ونقلتهم إلى إحدى الولايات الأمريكية ووضعت له في حسابه الخاص مبلغا ضخما، فيما تركت مسائل الشو الإعلامي على عاتق الموساد باستثمار وسائل الإعلام المتاحة في تسليط الضوء على هذه العملية المخابراتية البارعة. وفي النهاية، هل تعتقد أن حصول العدو على تلك الطائرة هو السبب الرئيسي في نكسة 67؟